يواصلون اللعب، هاي الكرة هديو، يا سلام، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أوه. الجزائر تعود، الجزائر تعود مثل ما عادت في السنة الماضية. فوزي غلام في تنفيذ هذه المخالفة يرفعها بالشكل اللازم في القائمة الأول بالرأس، با 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 جول 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 بكل اللغات، هدف بالعربي، بيض بالفرنساوي، جول أرضو بالإيطالي، علق بالتركي، جول بالأسباني، ماتيزيو بالياباني، شينشاو بالصيني، انضربت ومن سجلها وكيف دخلت، كيف دخلت هذه الكرة، القدر هو الذي أدخل هذه الكرة، الكرة الثابتة بالرأس، بالرأس بالقدم في الجسد. موجود على الجهة اليمنى، ممكن هذا هو الحل. فوزي غلام مع ياسين إبراهيمي، توصل ياسين، ياسين يرفع كرة، جول جول من إيران صديقة، من إيران صديقة، المنتخب الجزائري يعدل النتيجة ياسين، هدف التعادل في ظروف صعبة يا سلام، هدف التعادل في ظروف لم نشهدها من زمان يا سلام، هدف التعادل الذي يعيد المنتخب إلى المباراة يا سلام. إذا تماما يا سفيان، راح في فوزي غلام على اليسرى، فوزي يبحث عن المراوغة، يمر فوزي، يمر فوزي، جول 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 جول، فعلا فوزي يا سلام، جول يا فوزي، جول يا فوزي، جول من أعماق الذراع يعود المنتخب، من معاناته يعود المنتخب ويسجل هدف ثاني يا سلام، فعلا بالقوة والإرادة التي بثها فوزي. ايوه من طالب الاتجاه، هاي الكرة يلعب، اوي 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 يا اسام، اسام جول 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 جول، الله اكبر يا اسام، الثالث يا اسام، صارت النتيجة 3-1 يا اسام، ما هذا العجب من لاعب المعاناة خرجت. رفيق صيفي بن هناك، هنا الخروج على الجهة اليمنى لبزاز، المتابعة هنا من بزاز، يراوغ بزاز، يحاول بزاز، يحتفظ بالكرة بزاز، يدخل بزاز، راح يوزع، يسدد، هنا هيدا الكرة، هيدا هذه من عبد السلام، محاولة لإيجاد نادر بن حاج على الجهة اليسرى، يوزع الكرة، يا سلام، المنتخب الجزائري، هاي الكرة، هاي لا في الخلف، كل اللاعبين الروس في منطقتهم، ياسين إبراهيم يرفعها إلى